مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم مباشر جديد من مدينة الدربكة بالضبط بحي بوركون. معنا شاب يعني معروف علي، يعني معروف عند الساكنة ديال حي بوركون بالاسم ديال نيكو. يعني علي كما كتشوفوا في الصورة فالوضعية الاجتماعية ديالو جد 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 مزرية، لكن هادشي ما كيعنيش أن علي كبر في الثراء، كبر في الغنى. يعني علي كان من العائلة وهو الوالدين ديالو يعني كانوا عايشين في فيلا، كانوا لاباس عليهم، قدر الله ما شاء الحياة هذه الدنيا. الآن كيعيشوا واحد الوضع مالي جد مزري. أكثر من ذلك أنهم بعد ما أنهم كانوا يقدروا يخلصوا ويشتروا أي حاجة اللي بغوها، فعلي تصاب بواحد المرض يعني غريب أنا كنشوف فيه. يعني علي من الفوق ضعيف مسكين، ومن تحت يعني رجليه من فوق بزاف بزاف بزاف. علي يعني بعد ما ولاد الدرب، هو علي ما كيرضاش انه يمشي يوقف على مولين الدرب. علي عنده شخصيه قويه، يعني مولين الدرب جاو عنده اللي شافوا علي غبر طلعوا يسولوا فيه، فهم كيتفاجئوا بان علي مريض بواحد المرض اللي هو غريب. يعني كما كنقولوا الدم الماء تخلط ليه مع الدم في الدات ديالو، يعني اي بلاصه كيبغيو يجبدوا من الدم، الريه، الظهر، جليه، اي بلاصه كيبغيو يجبدوا، القلب كيبغيو يجبدوا من الدم، فكيكتشفوا ان عنده الماء في ديك المنطقه. علي خويا بعد ما جمعوا لك الدراري، يعني كيفاش بعدا وقع جاك هذا المرض هذا؟ انا هذيك الشبارك جالي بحال ضربني البرد، توقفت من بعد قالوا لي مشيت عند واحد الطبيب انا الله عمره دار ولد الدرب، قال لي دير لي كوغرافي. مشي درت لي كوغرافي، هما صغارين خليهم معايا انا نهضر فيهم بقى ماشي مشكل. درت لي كوغرافي صغارين، عاود قال لي راه ما بان والو، شي قال لك ما بان لهم والو، بان لهم غير الماء في قال لك الماء في الريه والولسيس. ملي مشينا درنا الكبار حنايا درنا لك خرج ديال 24000 ريال. عاد الدراري الولاد الدرب اللي كيتعاونوا معايا هما اللي قضاو لي هادشي. والدوايا شو هادشي شحال، هما تيقولوا دير التحاليل ديال القلب ديال هادي، ما بغاوش يشدوني عندهم، وانا ما عنديش، عندي الله، ما عنديش كيفاش غادي نتاجاج نعيط لهاد الناس هادو. واش شوف ربي ليه علي ولاد دربكم يعني جاو جمعوا لك واحد المبلغ دوك السبيطار، ما بغاوش يشدو، ما بغاوش يشدو. علاش؟ ما فهمتش علاش. ما شنو وقع فاش دوك السبيطار؟ دوك السبيطار تيلوحوني من بلاصة لبلاصة، مي رزقو سير لعشرين قوش سير بلاصة جهاز التنفسي، كان نمشي للجهاز التنفسي يردوني. ها هو هادشي، او عيدوا لي الماء من الدار، قال لك سير دير لي تحالي. ما عنديش كانتيس، شي ولا عطا الله. علي يعني كما عرفنا انك تزدتي في اسره غنيه، عاود لينا فين كنتي عايش؟ زادي جدي كان طبيب، كان كلشي لاباس عليه، كان عنده فيلا، عندو سبيطار، كان هو كيختن عباد الله وكيعطيهم فلوس. وهم باقيين عندنا دابا، عندنا بارطمون مكازا ما كنتخلصوش فكراهم كاع الناس. علاش؟ حيت ما عندناش باش غادي نهضرو على هادشي، ما عندناش باش نخرجوهم. احنا شو العيشة، شو فين عايشين؟ احنا خمسة ديال الخوت، خوتي دابا راه مشدودين. كاين اربعة البلايص، حنا خمسة الخوش، كيفاش غيناس بنادم؟ اش نقولكم علي، علاش علاش بالضبط في السبيطار ما بغاوش يشدو؟ شنو قالو لك؟ عاود لينا شنو قالو لك في السبيطار بالضبط؟ قالك سير دير تحاليل، درنا اليوم التحاليل، قالك سير عاود دير تحاليل ديال القلب، راه ما خرجوش لك هادشي مزيان. شيين عاوتاني قالك دير ديال الكلاوي، وانا ما عنديش ما فيش الاستطاعة ديالي باش غندير، ما عنديش الاستطاعة ديالي باش غادي ندير انايا
هادشي هذا، وما كنقدرش نمشي عندها بفضل الله نقول لهم عطيوني ولاد. واحد الدري لقيت الام ديالو هي اللي صيفطات لي مسكينه واحد البركه، هي اللي تعاونت معايا باش مشيت درت هادشي. جوليك يعني مازال خاصك المصاريف ديال العلاج. انت شو رجلي كي دايرين؟ غادي كنت نفخ اليوم ما صبحش بحال هكا، ما عرفتش شنو هادشي. عندي وليد صغير عنده 5 سنين، عندي امي مشيرة مرة كبيرة، ما ليلي الله كنت خدام طابيسي، المهم كان شف على راسي، ما صعب مرت ما مبقاش ما عنديش كان ندير. شوليك ما كنهضر معاك دابا ما كنقدرش نطلع حتى النفس والله. دابا جاي دابا الشهر والله ما كنعس، كنبقى ناعس حالك وبارك. علاش ندير استاذ انا واستاذ انا وتنبارك وربي فوق مني. شوليك شفتي شي طبيب؟ ما تصيفطوني من طبيب لطبيب، كل طبيب تدخل عنده تيقول لك سير دير الزيت تمشي خلص، تجي لعندو تقولك خاص دير تحاليل هادي، تمشي ندير تحاليل هادي تقولك ما عندك والو، سير دير تحاليل ديال هادي. وانا تقارج ما عنديش، ما فهمتش واش هاد الناس هادو ما بغاوش يشدوني قاع في السبيطار، ما فهمتش علاش. الناس داوني البارح في الامبيلونس، داوني تال تمايا وعاودو خرجوني، ما فهمتش بغاوش يشدوني ما عرفتش علاش. شنو قالوا لك هما؟ ما عاد قال لي ما فهمش والله ما فهمش. هما تيهضروا دوك راك عارف الاطباء تما انت كنت كيهضروا مريض عيان ما سمعتهم شنو قالوا بالضبط؟ والله. يعني الناس هما اللي كانوا كيهضروا معاك. شو لك يا خويا؟ الوالدة ديالك عايشة معاك يعني. الوالدة ديالي يا الله محمد رسول الله، راهي فين راهي فين بالك؟ شو على العيشة شبيه لك؟ شوف عايشين في براكة، كادير واش غدير اخويا؟ لا طال واحد انت كنت كتصرف على مهمتك. ورانا نقولك انا هو راهي هي سول، انا وليت نصرف على انا وليك انا هو كلشي. ما عندي وليد صغير، انا واش غندير؟ وليدك فينا؟ عايش مع امو، فارق مع الام ديالو؟ مفارق ما حيت عنده 5 سنين ما جاش نحرمه من امو. أما مرات السبت والحد راه كنشوفو. شوريك عادي بالنسبة للناس اللي باغيين يعاونوك شنو تقدر تقول لهم؟ اللي عاون الله يجازيه بخير، نقول لهم ربي لا يخلص. شوريك ما عنديش باش نجازيهم انا من غير الله، الله يجازيهم. شوريك يا اخويا علي عرفناك انك معروف هنا في حي بوركوم بلقب ديال نيكو، علاش؟ كنت صغير كنت شوية ما كان الوالد ديالي لاباس عليه، وكان هاديك كنت شوية فهمتي، كنت لاباس قبيح كنت هادي فهمتي. عاد هاديك السمية ديال نيكو نيكو كنت كنتريني الله كيدو هادي صافي صافي، بقات هادي غادا هاديك ديال نيكو صافي. مرة قصاص صلاح الدين مشينا للسبيطار قالك حيد اللحية راه تشد الكورونا، ما كورونا عيدنا للحياة. هاد الناس هادو ما فهمش، انا ما عارفش واش انا في المغرب ولا في ما عرفتش من بلاد، والله ما عارفش. شو اللي كاين تتعلم بزاف علي. والله ما كان الناس بالله العلي العظيم برب الله يلحقني لبا عز من امو يمشي، ما كناش بحالك كنبقى بارك. يعني مشاهدي قناة شوف تيفي، يعني كما كتشوفوا جسم النحيل ديال عالي الفوق، غادي نحاول اننا نزيد نقربكم اكثر من الحالة ديال عالي، غادي نحاول نقربكم اكثر كما كتشوفوا. عالي دابا الان كيعاني من انتفاخ في رجليه، يعني المناطق السفلى من الجسم ديالو فهي منتفخة،
في المقابل ان من الفوق كما كتشوفوا في الصوره فهو ضعف بزاف، عالي كيعاني بزاف، محتاجكم، محتاج المغاربه كاملين باش يعتقوا العالي، باش يعتقوا لوالديه، مهمته بالاخص ان الاب ديالو الله يرحمه، الاخوان ديالو، يعني كل الوضعيه ديالو. فاللي كنتمناو ان كاع المتتبعين ديال قناه شوف تي في وكاع القلوب الرحيمه انهم يتضامنوا مع علي. علي ماشي غير ولد مو علي، راه ولدنا كاملين. علي واحد الانسان اللي الماضي ديالو يعني اللي رفض انه يتحدث عليه، وماشي غير كيتحرج انه يتحدث عليه، لان علي ولا شخص اخر. علي ولا كيصلي، علي ولا انسان خلوق. هذا اللي خلى ان الناس ديال الدرب ديالو يعني كاملين يوليو يحبوه من بعد ما واحد الوقت كما قال هو في الصغر كان قبيح وهادي، ولكن في الكبر ديالو علي ولا انسان نموذج، وباغي يوصل الرساله ديالو لكاع الناس اللي كانوا قبح انهم ما يبقاوش يديروا الشغب، ما يبقاوش يضاربوا، ديك الطريق ما مناش. فكنتمناو من الناس اللي شافوا علي وبغى يعاونوه، والناس اللي طلبوا لادريس ديالو والهاتف ديالو راه غادي تلقاهم مباشره مع نهايه هاد اللايف هذا. وغادي نحاولوا نمشيو حنا عند بعض الاصدقاء ديالو وغادي يتحدث لينا على علي، شنو اللي خلاه انه يجي عندنا ويطلب منا اننا نعاونو علي. اجي هنا، اجي غير هنا، كمل، اجي ريحه كمل بركوس هكا. هذا كابل معانا احنا ياك، قرر عندك الميكرو باش نشد لك انا منه باش مش نشد فيه. اجينا 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 شي شي لا لا شي شي نقص ديال هادشي بزاف. طلع عندك الميكرو شويه، الميكرو طلعو. لا يعني مشاهدي قناه شوف تي في، يعني انا نخليكم مع صديق علي، فهو تا هو يحاول يقربكم من الحاله الصحيه ديال علي، وكيفاش يعني ولاد دربهم يعني مضامنين مع علي، كيفاش بقى فيهم، وشكون هو علي، وكيفاش كان علي، وكيفاش كان عايش معاهم. يعني حنا كنسجلوا الحوار ديالنا، فشفنا هذا الاخ هذا يعني كيبكي بحرقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا كبرنا مع علي تبارك الله، والله يعمر السلعة، وكان ودينا جميع السبيطارات ما بغاوش يقبلوه، ودابا هو ما عندوش، وحنا تنطلبوا من المحسنين ومن الناس اللي شافوا ان شاء الله يعاونوا في سبيل الله. ورحنا جرينا معاه والناس ديال الدرب جراو معاه، وفاش نديو شي سبيطار تيرجعوه، اي سبيطار ما بغاش يقبلوه ديال المخزن، ما فهمناش هادشي علاش، ما فهمتش انا هادشي علاش. اي سبيطار البارح دينا في لابيلانس ما بغاوش يقبلوه، هو تيموت اخونا وتيموت، هما ما كانوش في هاد الوضعيه هادي. حنا كبرنا عندهم في الدار في الفيلا ديالهم ديال با الشرقاوي، عنده العياده ديالو، هما اللي كانوا تيعالجونا، هما اللي كانوا تيداوونا، وجدو كان تيداوينا، وكنا لا خصنا الماكله كاع نمشيو عندهم. حنا كبرنا معاهم، حنا كبرنا فقراء والله هو الغني، وهاد الناس ندوزي الخير، ولا قدر الله شاء ما فعل. اللي عاونوا راه الله كاين سبحانه وتعالى. ولادي نقول لكم راه هنا راه ما بغاو حتى شي سبيطار يقبلوا، راه تيموت دابا. هذا خونا عبد العالي، هذا راه خويا، وانا صغر مني هو بسبع سنين، ولكن انا راه خويا تيموت، خويا الصغير هذا، هذا خويا تيموت حدايا. وانا ما مشيت معاهم السبيطار، ما هذيك كاع السبيطارات تيدخلوا ويخرجوا، وفين عنده الماء، عنده الماء في القلب، وعنده الماء، عنده الماء في الريه، ورجلي جيت نفخو. دابا شهر والسيد ما بقى ليه والو. دابا كنا اليوم في اليوم، البارح طحنا، البارح طحنا، وتيموت هو السيد، تيموت، تيموت حدانا. وانا ما عنديش، انا بيدي كنت عايش في فرنسا، كنت كان في فرنسا، انا درت اوبيراسيون في فرنسا، داروا لي ب 300 مليون تهرست. انا جي اكسبيسيون لا فرونس، جيتيكم جيتي في فرنسا، كون داواو في لا فرونس، هنايا اون باي دو ميرد كوم اون دي، هنايا الناس ما تيعاونوش. وكان في فرنسا كون دخلوه دابا عاونوه،
هنايا في كاع السبيطارات دينا ما بغوش يقبلوه، ما فهمتش انا علاش، ولا حول ولا قوه الا بالله شنو العلي. تيقولوا لكم هاد الناس اللي تدوا هو تيدخلوها وتاني تيديروا لك تقول خاصك تصويره اخرى، خاصك المرض ما عرفناش، خاصك تصويره ديال حاجه اخرى. واش دابا السيد خاصو يجلس يتعالج تما شي محسن ولا شي حاجه؟ حنا راه عينا، انا بيدي ما عنديش، انا راه جاري في ولي ما عنديش، والحمد لله الله راه اللي قدر الله هو هذا. مريضة. يعني كما شفتوا الحالة ديال علي فهي هذه، يعني مباشرة من وراء هاد المباشر، فنحاولوا نخليو الرقم ديالو يعني اللي بغى يتواصل معاه فعالي، يعني حتى اللي جا مثلا منطقة بورغون حي بورغون حتى السويقة فيسول فقط على علي نيكو، راه ما كاينش اللي ما غاديش يعرفو. وكما كنقولوا دائما ان الله لا يضيع اجر المحسنين.